السان، الأمطار كنا قد شهدناها والمنخفضات كنا قد شهدناها، فإن شاء الله إنها كانت حداثا لنا ولكم. دعونا نذهب إلى تحديثات الحالة الجوية والأجواء الباردة كما يقال مع نهاية هذا الأسبوع مع الراصد الجوي ليث العلامي. يسعد صباحك بكل الخير ليث، كل عام وإنت بألف خير. يسعد صباحك وفاء، وصباح الخير لجميع الناس اللي عم بيتابعونا ويسمعونا، وإن شاء الله أنت والجميع دائما بألف خير. الله يسعدك يا ربي كل الخيرات. على ما يبدو أن نيسان مصر على أن تكون حتى نهاية نهاية لطيفة. صحيح، يعني منذ بداية هذا الشهر يلي اتزامنت مع معظم أيام الشهر الفضيل شهر رمضان، لاحظنا أنه كانت الصفة أو السمة الأساسية للأجواء في معظم الأيام ما عدا أيام قليلة هي الأجواء اللطيفة، الأجواء المنعشة، الأجواء اللي حتى فيها أحيانا كان أمطار وفي هواء بارد أبرد من المعتاد، درجات حرارة أقل من المعتاد بشكل كبير، لدرجة أنه كان في عنا عدة أيام من رمضان الناس لساتها عم تستخدم وسائل التدفئة المختلفة. أيام الحر كانت قليلة جدا، معدودة يعني بالحمية تنحيها معدودة على الأصابع الإيد الواحدة حتى مش الإيدتين. كانت يعني ما وصلت التعبير ما وصلت درجات الحرارة يعني لمستويات عالية إلا يعني بكم يوم كان في كتلة هوائية 50 تكون سريعة جدا وتعاود درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس. حاليا احنا برضو بنعيش ايام ربيعيه معتدله، يعني منذ ايام الاولى لعيد الفطر درجات حراره حول المعدلات، درجات حراره عشرينيه ما بين يعني بدايه لمنتصف العشرينيات على اختلاف كل منطقه وتضاريسها. بالليل عمالنا بنشعر برضو بنسمات بارده برضو لسه موجوده، يعني بالليل لساتنا عم نبرد خاصه بالمناطق الجبليه والمرتفعات. التوقعات الحاليه لنهايه الاسبوع بالتحديد بدءا من يوم الجمعه وخلال مطلع الاسبوع المقبل انه في كتله هوائيه نقدر نحكي عنها بارده نسبيا جايتنا من مناطق جنوب شرق أوروبا نحو منطقة الحوض الشرقي للمتوسط. على أي كتلة يعني مبدئيا راح يكون في معها انخفاض على درجات الحرارة، وبالتالي عودة الأجواء الباردة حتى بساعات النهار مش بس بالليل، لا بالنهار راح نشعر بالبرودة، بتنخفض درجات الحرارة معدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من السنة، وبرضه في معها يعني فرص لزخات من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد. ستستمر كم من الوقت ليث؟ يعني أنت ذكرت ربما تبدأ يوم الجمعة، وماذا عن توقعات الانخفاض إلى كم ستصل من الدرجات؟ بالنسبة للانخفاض ما راح يكون يعني انخفاض حاد جدا مثل المنخفض الجو الأخير اللي أجانا بآخر فترة من رمضان، لكن في انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بالأيام الحالية ومقارنة بمعدلات الطبيعية درجات الحرارة. على سبيل المثال ممكن تكون درجات الحرارة خلال تأثير هاي الكتلة الهوائية الباردة نسبيا ما بين الجمعة وحتى الأحد، يعني هي غالبا راح تستمر لحتى قبل منتصف الأسبوع الجاي، يمكن أحد أو حتى الاثنين. فالمناطق مثلا والمرتفعات ممكن تكون لغاية 16-17-18 بالنهار، بالمناطق المنخفضة كالسهول والسواحل بتكون ما بين 18-20 درجة مئوية، بالليل بتوصل لغاية 8-10-12 درجة مئوية، بالتالي أجواء بالليل أجواء باردة بشكل أوضح، ممكن يكون في هبات رياح نشطة وبالتالي زيادة الشعور بالبرودة، بالإضافة لأنه حكينا راح يكون في إن شاء الله فرص لزخات من الأمطار على فترات خلال فترة يعني تأثير هاي الكتل الهوائية الباردة نسبيا ما بين يوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل. يعني هذا الانخفاض وهذه كذلك الأمطار يعني ممكن كلنا توديعة مع نهاية نيسان. مبدئيا نقدر ممكن نحكي انها توديع، ممكن تكون يعني الامطار الاخيره لهذا الموسم، لكن ما بنقدر نجزم بهذا الموضوع، يعني ممكن حدا يطلع يقول ويحكي كمان يعني لسه في كمان ممكن تتوقع امطار بايار مش مستبعد، يعني يعني مناخنا الفلسطيني وارشيفنا المناخنا الفلسطيني كان في بعض الحالات مطرت تيجي في شهر 5 عادي جدا، يعني اشي صح هو نادر الحدوث ولكن غير مستبعد، يعني انه مش اشي مستحيل يصير انه في عندنا امطار في شهر ايار. مبدئيا هي الفرصه المطريه الواضحه الموجوده لدينا على المدى القريب والمتوسط، هي حاله مطريه برضو ما بدنا يعني ان كثير نرفع من مستواها، ممكن تكون شوي متواضع يعني عشان زخات امطار
متفرقة محلية هنا وهناك، لكن نحكي عن يعني أجواء راح تكون أكثر برودة من إحنا ليث منتظر دائما محبي الشتاء ومحبي الأمطار، إحنا دائما حتى نؤمن بالقليل ولا الحرمان، يعني الريحة ولا العدم. فبالعكس وأنا هيك أشتم من كلامك إنه لساتك مصر على استمرارية هذه الأجواء التي تحبها من الشتاء، رغم أنها باتت فعلا تودعنا مع الشمس الظهيرة خاصة في محافظة طول كرم، لكن بالفعل الأجواء في ساعة الليل باردة، وقد تكون باردة جدا في المناطق الجبلية خاصة المرتفعة منها. بكل الأحوال نحن كذلك نذكر السادة المستمعين والمشاهدين ليث أنه خلال شهر رمضان كنا قد استغربنا جمالية ولطافة الأجواء خلال هذا الشهر. إن شاء الله السنة القادمة ربما سنشهد يعني موسما شتويا قد يكون أكثر، بسبب أنه رمضان بتقدم 10 أيام كل سنة، وبالتالي سيأتي في سنوات قادمة بإذنه تعالى أن يبلغنا إياه في موسم الشتاء يا رب. إن شاء الله يا يعني رب. إحنا يعني بس بقطع شوي، فعلا رمضان هذا كان الأكثر برودة منذ يعني سنوات طويلة جدا، منذ نهاية التسعينيات كان في عندنا عدة أيام زي ما بلشنا باللقاء بداية حكينا، كان في عدة أيام باردة، أيام كانت فيه شتوية، يعني حتى بالعامية الناس بالشارع كانت تحكي كان في أيام ما شفناها بعز المربعينية، ما شفناها بشهر واحد برمضان، كان في عندنا منخفض شتوي ممتاز جدا، جلب كميات أمطار رائعة، كان في أيام درجات الحرارة وصلت فيها خاصة بالمناطق الجبلية ل3 و4 درجات مئوية فقط خلال ساعات الليل. فكان يعني بشكل مجمل رمضان قصير حتى يعني كشعور كفترة نهار، كشعور بأنه النهار يعني مش كثير بنشوف الشمس فيه، الغيوم كانت تلعب دور بأنه يعني على السريع أنه نتجه باتجاه ساعات المساء والليل. كان في عنا يعني شعور رمضاني مختلف جدا عن السنوات الماضية بوسط الأجواء الشتوية اللي كانت في عدة أيام منه، يعني نحن ما بنحكي عن يوم ويومين أجت فيها مطر، لا على عدة أيام متفرقة ما بين بدايته حتى نهايته. فهذا الإشي مقدمة زي ما أنت حكيتي، لأنه إن شاء الله رمضان عماله بشكل طبيعي بشكل فلكي بقدم كل سنة 10 أيام، فالسنوات القادمة راح يصير يجي بالشتاء أكثر وأكثر بإذنه تعالى، ونحن بانتظار الخير من القادم بإذنه سبحانه وتعالى. أشكرك جزيل الشكر ليث العلامي الرصد الجوي والشتوي بامتياز دائما وأبدا، شكرا جزيل الشكر لك، ونواصل مع حضراتكم وأينما كنتم في صباحاتكم ورسائلكم. صباح الخير ياس عواد، وبيقول لكم وحش وطلت فجر وطاقمه جزء أساسي من يومنا، الله يسعد صباحك يا رب ويديم المحب والانتماء لهذا البرنامج ولهذا الأثير. أيضا من الصباحات